إذا كان مؤهل هو ثروة، وإذا كان غير مؤهل فهو عبء. وبالتالي ننظر بالأمر، نحن آمنوا في هذا الصرف العلمي الكبير بأن الشباب هؤلاء هم الثروة الحقيقية. ألمانيا ليس لها ثروة طبيعية، فقط نظام تعليم ممتاز، تدريب مهني، بحث علمي، هذه أشياء هي اللي ساعدت ألمانيا أنها تكون رائدة في الصناعة. إيه اللي أعد لكم الثقة في مصر أو في الاقتصاد المصري نعرف بأنه في مصر بعد ثورة 25 يناير وبعد ثورة 30 يونيو هناك خريطة طريق واضحة. العالم تنظر للخطوات التي تنفذ من خلال خريطة الطريق. حصلت الانتخابات الرئاسية، حدثت تعديل كثير من التشريعات. اليوم العالم ينظر إلى الانتخابات البرلمانية، وبالتالي كل هذه عوامل تساعد على الاستقرار السياسي ومنع على الاستقرار الاقتصادي والتشريعي، وهذه كلها عوامل تشجع المستثمرين للدخول إلى السوق المصري. طيب الحوادث العارضة زي الحادث القريب بتاع السياح ممكن يأثر؟ أنا لست متخصص في المجال السياسي، لكن يعني بشكل عام بالتأكيد الاستقرار ممكن تحصل في أي بلد، ممكن تأثر على فكر المستثمر اللي جاي يفكر إنه يعمل حاجة في مصر. يا سيدتي، اليوم نحن تجولنا في مصر من بورسعيد عبر سيناء وعبر قناة السويس وأتينا إلى هذه حتى يعرف الناس بأنه مصر مستقرة. بالتأكيد هناك عناصر إرهابية هنا أو هناك، لكنها لا تمثل مجتمعاتنا الحقيقية. سوري، يعني كنت عايز أسألك النهارده بعد زيارة قناة السويس في سيناء، مشينا في سيناء وزرنا في سيناء، شعور الوفد كان حضرتك؟ سمعنا تصورات و والذات حول المناطق الاقتصادية الخاصة موضوع قناة السويس والمشروعات التي ممكن أن تقام وفقا لقانون خاص بالمنطقة الاقتصادية. هذه بالتأكيد سيكون لها دور في جذب كثير من المستثمرين، لأنه سيكون هناك نظام النافذة الواحدة للتعامل مع المستثمرين.